بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق قسمان بدعي وسني نسبه الى السنه البدعي هو الذي فقد شرطا او اكثر من شرائط الطلاق ومر الكلام حوله الطلاق السني بالمعنى الأعم هو الذي يقابل البدعي يعني كل طلاق جمع الشروط المطلوبة يعبر عنه بالطلاق السني أو طلاق السنة نسبة إلى السنة النبوية الشريفة هذا ايضا ينقسم الى قسمين بائن ورجعي معنى الرجعي انه تكون المراه المطلقه ذات عده ويمكن يمكن للزوج ان يرجعها في خلال العده يقول رجعت بزوجتي رجعت بزوجتي خلص رجعت زين هذا ما هو اي طلاق نعتبره رجعيا نعم حتى لو ان المراه لا تدري او لا ترضى اذا كان الطلاق رجعيا للزوج حق الرجوع ما دامت في العده لما نقول يرجع مو معناه يجري عقدا جديدا يعني ممكن الان ان شاء الله راح نذكر اقسام اللي يجوز فيها اجراء عقد جديد. الان احنا ما نتكلم عن اجراء عقد لا مجرد ان يقول رجعت بزوجتي هذا مرجع لها زين هذا وين يكون؟ الآن لما نجي نذكر البائن أقسام البائن إن شاء الله راح نعرف الرجعي أين يكون؟ الطلاق السني الطلاق للسنة قسمان رجعي وبائن. بائن من اسمه مفهوم من البينونة الانفصال لما واحد نعوذ بالله ايده تنقطع يقولون بانت يده يعني انقطعت بان الشيء يعني انفصل الطلاق البائن معناه الطلاق الذي لا يمكن للزوج أن يرجع فيه بالزوجة أن يرجع يقول رجعت في أحيانا في مجال يجري عقد بينهم إذا, إذا اتفقا لكن يقول رجعت ما يصير شنو أولا أي طلاق لا عدة فيه الطلاق اللي ما في عدة هذا ما يقدر الرجل يرجع بالمرأة ليش لانه قلنا الرجوع معناه ان يرجع بها في العده فاذا هي ما لها عده ما لها عده وين هالعده حتى يرجع بها في العده زين وين الطلاق اللي ما في عده واحد طلاق غير المدخول بها شخص عقد على امراه وما دخل بها وطلقها هذه كثيرا ما تصير يعقدها وبعد كم يوم يختلفون يصير بينهم اشكال فخلص يروح يطلقها بعدها مو ماخذها للمره هذه ما لها عده اصلا عده ما الها يعني شنو ما لها عده يعني لو طلقها عقب طلاقها بدقيقه تزوجت واحد ثاني يجوز ما لها عده بس طلقها جاءها شخص خاطب وتزوجها رضيت تتزوج هذا الطلاق بائن بائن بمعنى أنها, انفصلت خلاص ما يقدر يقولها رجعت بك تقول بشنو ترجع هي عدة ما في بمجرد أن طلق خلص انفصلت نعم لو يتفقون الآن فرضنا تراضوا على الرجوع يكون يجري عقد جديد ممكن إذا تراضوا على عقد جديد ومهر جديد هذا ما في إشكال الكلام أنه ماكو عقد ومهر لا يريد يقول رجعتو بك تقول له شلون ترجع عدة ماكو انفصلت هذا واحد طلاق غير المدخول بها اثنين طلاق الصغيرة الصغيرة نقصد بها التي لم تكمل تسعة حتى لو دخل بها زين هو يجوز الشكل شيء واحد يأخذ لبنية صغيرة ويدخل بها لا ما يجوز يدخل بها لكن فعل عصيانا فرضنا رجل عاصي عقد لبنية صغيرة بإذن ولي أمرها يقدر يعقدها تصير زوجته بس ما يحق لي يدخل بها قام دخل بها الآن يجي يطلقها وطلقها لها عدة لا مالها عدة ما لها عدة وبالتالي لا يجوز له الرجوع بها هاي اثنين الفرض الثالث اليائس اللي فرضه متجاوزة ستين سنة عمرها ستين خمسة وستين سبعين سنة طلقها زوجها هاي مدخول بها صار لخمسين سنة هو وياها وطلقها لها عدة لا مالها عدة مالها عدة هذه أم ستين سنة أم سبعين سنة إذا طلقها زوجها تقدر رأسا تروح تتزوج واحد ثاني ورضنا واحد ثاني واقف قالها ما دام طلقش تعالي أنا أخذك هي هم رضت رضيت يجوز يجوز مالها عدة أساساً وبالتالي الان طلقها لهذه مرته ام ستين سبعين سنه عقب ساعه ندم يريدها مرته قاضي عمره كله وياها اكون ناس الشكل يقضي له خمسين سنه نصف قرن من الزمان ويا المراه تاليها يتباص يتعارك وياها على ماعون كسرته وما ادري شنو سوت يقوم يطلقها يضيع الاول والتالي بعد خمسين عاما يقولها عمي انا بطلت اريد ارجعك ما يقدر يقولها ارجعك إذا قالها رجعت بك تقول لها ترجع هي عدة ماكو حتى ترجع فيها نعم إذا هي رضيت يسوون عقد جديد عقد جديد زوجتك وقبلت مهار يعطيها مهار خمسين دينار عشرين دينار أي شيء يتفقون عليه تقول له زوجتك نفسي بمهر قدره عشرون دينار, دينار 5000. هاي ما تقول له أربعة آلاف دينار خمسة آلاف هاي خمسة آلاف كانت يوم اللي أخذها عقب خمسين سنة عشرين دينار ثلاثين دينار كل شيء بسعره فتقول له زوجتك نفسي بمهر قدره كذا اللي يتفقون عليه هو يقول قبلت هالشكل يصير اما يقولها رجعت بك ما يقدر لانها ليست ذات عده صاروا نعم ماذون له اصلا هي هو في العقد هاي مسألة المأذون الشرعي هذه شغلة يسووها حتى أوراق وقانونية القضية وإلا شرعا كل زواج كل زواج إذا اتفق الرجل والمرأة تقول له زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ليتفقون عليه هو يقول قبلت صارت زوجته الإشهار في الزواج مستحب عندنا وليس واجبة هذه ثلاثة الصغيرة وغير المدخول بها واليائس اللي تجاوزت سن الياس فوق الستين هذولا ما لهم عده وبالتالي ما في رجوع نعم قلت يصير عقد جديد ممكن هناك نسوة لهن عده لها عده اذا طلقت لكن عدتها تعتبر عده بائنه منها المطلقة في الطلقة الثالثة شخص طلق زوجته أو بعد مدة رجع بها. أو رد عقدها ورد طلقها أو رد رجع بها الآن طلقها الطلقة الثالثة. الطلاق مرتان القرآن الكريم يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى أن الآية تقول الشريفة تمضي إلى أن تقول: فإن طلقها هاي الطلقة الثالثة عقب المرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا اللي يسموه محلل. الآن هذا الرجل طلق مرته الطلقة الثالثة لها عدة، أي لها عدة. يعني داخل بها هذا طلاق طلاق بعد الدخول المراه مثلا كبيره مو مواصله لسن الياس لها عده لكن ما يقدر يرجع بالعده ما يقدر عقب اسبوع يقولها تندمت خلي ارجعش ما يقدر هذه لازم تصبر حتى تنتهي عدتها تتزوج زوج اخر اذا طلقها الزوج الاخر ايضا تعتد منه فاذا انتهت العده ممكن هذا يجي يتزوجها اذا رضيت إذن هذه لها عده المطلقه الطلقة الثالثه لكن ما فيها رجعه ما يقدر يرجع بالعده هذا السؤال هذا الشخص اللي يريدون يجيبوا محلل يتزوج المرأة يصير يتفقون معه أنه مثلا تتزوجها مثلا يوم يومين وتطلقها يصير إذا هو رضي يصير ويشترط الدخول فهو يعقدها يتزوجها الحين فرضنا تزوجها بعدين قال لهم ما طلقها مثلا أو هي قالت لا طلقني رضيت به أه هم فرضنا شرطين عليه إذا شرطين واجب عليه أن يلتزم بالشرط المؤمنون عند شروطهم لكن لو فرضنا عاند قال ما سوي وش يسوي له يلزموا له عصاية ويضربوه خلص إذا يقدون يرضوه بطريقة ما يمسحون على رأسه يعطوه فد 200 دينار 300 دينار عمي من فضلك تعال طلق فكنا من هالبلوة إذا رضي ما رضي ما رضي يعني ما يقدرون يجبروه بالنتيجة عموما بالخفاء بالخفاء طبعا الطلاق يريد له شاهدان بالخفاء العده معناها فترة معينة اللي تحيض عدتها ثلاثة قروء ثلاثة اطهار يعني هي تطلق في طهر وتصبر إلى أن تجي الحيضة الأولى ثم تطهر ثم الحيضة الثانية تطهر لما تجي الحيضة الثالثة انتهت العدة. أو إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض مو كبيرة مو يائس عمرها ثلاثون أربعون سنة لكن عندها عاهة مرض اللي ما ينزل عليها دم عدتها ثلاثة أشهر معنى العدة أنها بهالفترة ما تقدر تتزوج شخص آخر العدة معناها هم عدة الوفاة هم عدة الطلاق معناها هناك عدد من الأيام فترة محددة راح تجينا بالتفاصيل إن شاء الله لا يجوز للمرأة أن تتزوج فيها شخصا آخر طبعا تختلف عدة المتوفاة غير عدة الطلاق عموما فهذه المطلقة الطلقة الثالثة لها عدة بس ما يقدر الرجل يرجع بها في العدة هذه واحدة اثنين المختلعه او المختلعه هناك طلاق خلعي طلاق خلعي وهو كثير الحصول في كل زمان وكل مكان المراه تكون متاذيه من الرجل كارهه له تبذل له شيئا ليطلقها هالشكل ما يرضى يطلقها تبذله حسب تعطي ألف دينار ألفين دينار حسب الاتفاق تتنازل عن مهرها الغائب أي طريقة تبذل له شيئا ليطلقها قبل رضي وطلقها على هالأساس على أساس أنها بذلت هذه خلعت نفسها يعني دفعت فلوس وفصلت نفسها لها عدة إيه لها عدة يكون تعتد لكن الرجل ما لحق يرجع بهالعدة يعني هذه دفعت مقابل وطلقها إلا إذا رجعت فيما بذلت يعني عقب ما طلقها بأسبوع أسبوعين قالت له أنا هذه الفلوس اللي أعطيتك إياها أريدها بطلت جيبها من تقول لها الكلام يحق لها تقول يحق لها تقول رجع لي الفلوس هو يكون يرجع لكن هذا الطلاق تحول من بائن إلى رجعي من رجعت فيما بذلت هذا الطلاق البائن تحول إلى طلاق رجعي يعني شنو طلاق رجعي يعني يقدر الآن الرجل يرجع بها يعني يقولها إنت فلوسك خذيها وأنا رجعت بك يرجعها إلى عصمته لا بالطلقة الثالثة ما يقدر الطلقة الثالثة القرآن ناص على أنها حتى تنكح زوجا غيره هي الطلقة الثالثة سواء بذلت له أو ما بذلت يعني خلعي أو مو خلعي هي تبين الطلقة الثالثة تفصلها بالأولى والثانية هالكلام يأتي هناك صورة ثالثة تأتينا غدا إن شاء الله i know